السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في الموعد، دوما بكون معنا موضوعات، بكون معنا شخصيات تستحق الوقوف عندها، وكثير من الاتجاهات والمجالات المختلفة نحن نتناولها من خلال حلقات برنامج في الموعد. لكم كل التحية اللي بتابعونا من داخل السودان ومن خارج السودان. اليوم في هذه الحلقة نرتحل إلى ولاية شمال كردفان، وتحديدا بادية كردفان، حيث الجمال والطبيعة والتراث الأصيل والعوامل التماسك للنسيج الاجتماعي. عرف عن أهل المنطقة التسامح والتواصل، كثير من الصفات اللي بتميز بها إنسان المنطقة، تحديدا الفخر والجمال والشهامة، وكثير من الصفات إحنا حنتعرف عليها، ولكن حنتعرف عليها من خلال شعراء المنطقة نفسهم، لأنهم هم الأقدر والأجدر في أنه يعبروا عن كثير من الصفات الجميلة لبادية كردفان من خلال أشعارهم، من خلال مرابيع، من خلال مسادير، من خلال تناول لكثير من الموضوعات ممكن بتناولها كثير من الشعراء، ولكن طريقتهم في التناول فيها كثير من الجمال والإبداع، خصوصا أنهم هم شباب في بداية حياتهم، ولكن بداياتهم الشعرية كانت من سنوات سابقة. سعيدين جدا نتعرف عليهم من خلال الحلقة دي. شاعر محمد عبد الله الجديع، مرحبا كثير. يا هلا ويا مرحبا بك الأستاذ عرش الرشيد، ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق، القناة الرائدة الأولى في مجال الإعلام على مستوى السودان وعلى مستوى العالم. وأنا بحيي من هنا وبحيي المشاهد الكريم جميعا داخل وخارج الوطن الحبيب. أهلا مرحبا كثير. مرحب كمان شاعر أحمد علي وتكوع النمر، مرحبا كثير. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ رشا، وأهلا بالفريق العامل باستديو الشروق. مرحبا بك كثير. مرحبا بالمشاهد الكريم، بحييهم تحية عامة داخل وخارج السودان. أهلا بك. نحن نبدأ يعني في محاور مشتركة وفي محاور لكل واحد تجربته مختلفة من الآخر يعني. سألتكم قبل الحلقة البداية، الأكبر منه والبداية أول منه؟ اتفقتوا؟ اتفقنا. معلومات بسيطة ما بعيدة، يعني أنت بديت 2009 وأحمد بدأ 2013، مش كده؟ قريبة السنوات. نبدأ معاك في الأول ونشوف المراحل الدراسية وبداية أنت كتاباتك للشعر، خصوصا أنه المنطقة نفسها محفزة للشعر ولكل شخص في المنطقة أنه يكون هو شاعر، يعني الطبيعة، الجمال، السهول، الرمال، كل شيء بيخلينه لازم أنت تكون شاعر، ما عندك خيار. بالطبع هي بادية كردفان زينا نتكلم عنها نحن في الموروث الشعري والأدب الشعبي، هي بادية تحتضن الكثير من الشعراء، فإذا جينا نتحدث عن شعراها ما بنقدر نديهم حقهم ولا الحلقة دي بتكفينا عنهم هم منهم. أنا بالنسبة لي محمد عبد الله الجضيع في بادية شمال كردفان بالتحديد، في الـ في الـ في الـ في البادية دي بالذات لقيت نفسي إنه أنا في 2009 بكتب دوبيت، وعندنا الشعر المحبب هو شعر الدوبيت، أول المرابيع وهو المسادير معروف عنه، هو شعر البادي المعروف. في مستواي أنا الدراسي أنا قريت الأساس في مدرسة الهشاوة الأساسية بالتحديد لحد المستوى السابع، ومشيت قريت أكملت دراستي في منطقة الدويم في النيل الأبيض، مدينة الدويم لا تحية من هنا، قريت فيها الثانوي، وجيت أكملت دراستي هنا بجامعة العلوم والتقانة كلية العلوم الإدارية، اتخرجت منها السنه دي. متين عرفت انه انت والله يا محمد عبد الله الجداع بتكتب شعر؟ طلعت قصيده يعني. في 2009 انا كنت مستمع، انا كان الوالد في حد ذاته شاعر له التحيه برضه، لكن عندنا في البلد نحن الشعراء القدامى ديل ما برضو ما بدوا للاعلام. الواحد بيسمع الحوله بتونس ونسى فلان قال وفلان قال وبيجادعوا في حد ذاتهم. فأنا كنت مستمع جيد، حتى ما بكتب شعر لازم يستمع ويحفظ شرط. فأنا كنت مستمع جيد لتلك الشعراء وللوالد برضو. بعد ذاك انتقلت، لقيت نفسي انه انا في الموهبة بكتب، انه انا بكتب شعر، لكن ما كنت مقتنع بنفسي انا انه ده شعر. بعرض للناس بقول لهم فلان قال كده، ما عايز تقول انه ده كتاب، ما بقول، انا بقول فلان قال كده، بشوف اذا كان قال لي يا اخي والله ما شاء الله فلان كتاب معروف، بعترف انه ده، بعترف انه ده انا، اذا قال لي يا اخي بقول ده ما انا. فانا كانت كتاباتي في اول كتاباتي في قصه هي اصلا
ذكرت من قبل في تلفزيون السودان القومي انه قصه مرأة هي كانت متزوجه ابن عمها بالتحديد وطلق اختلفوا طهت القسمه بيناتهم جاب منها جنى وقبل ما يصل سن الفطام قام قلع ولده منها تربى في حجر حبوبته وام ابوه واستمرت المعاناه دي للام فتره طويله من الزمن انها بتعاني دايره ولدها ولدها هناك فاقد حنان امه الكلام ده كان حصل قبل 2009 لكن انا في 2009 قمت خطيت الصوره قدامي ورمست للام بالغزال الشام وللابن بالجدي وبديت اطبق عليهم التطبيق الشيء نسمع قلت شو كان قال قصه صيده ما بترضى النظر ليناها ظهر شراق غريب ساق الجدي وخلاها اصبح ليلها عام عينها المنام جافاها اقول لك فاي عذاب ارحم رويحتي كفاها قصة صيدة ما بترضى النظر ليديها محالة تعيش في دار ردة يدي ما فيها أصبح ليلها عام عينها المنام جا فيها ولك فاي عذاب كبدي الفراق شاويها ورسلت النسيم قالت له أرجوك يا نسيم شيل الكلام وديه وقبال ما تصل هاك هب حنان إليه أحكي للمصيد وبالعلي وريه وقل لي عليك نبيك فيك الجدي أعفيه قل له المهم قالت لك غزال الشام أعفيه الجدي خلي يصل بسلام إذا رفعوا الصحف أو جفت الأقلام من غير الجدي ما بتقبل أي كلام النسيم مشى له وقال له يا الحابس الجدي خلي يمشي لأمه ومن يوم الرحل رمش العيون مع أمه من فرق الشدر حزنان زهور سم حط غزلان دياره حداته شايلات هم الجدي شافه قال له وينك يا نسيم فرحة ليالي العيد وكيف حال امي بعد الصاد نساقني بعيد محبوس في قفص مكتوف وقيدي حديد احكي لي الحصل لامي بالتحديد قال له امك 9 يوم كاظمه الكلام ما ردت وبعد 9 يوم شدت شويه تعدت امك 9 يوم كاظمه الكلام ما ردت وبعد 9 يوم شدت شويه تعدت من كتر الدمع عينيها جفت صدت قبل اجيك بيوم سابت الديار وتعدت الجدي قال من غير امي كل الكون بشوفه مسيخ بقيت ناسي الحساب لا يوم ولا تاريخ ما هميني كان شال النمل بالطيخ ما شيلهم بقت بين زهرة والمريخ بدعي لرب وقال يا خالقني من ماء دفيق وزائد ويا مخرجني من بينين صلب وترائب يا حاملني في بطن مليء عجائب تجمع شمل بين زاقياني سادة ورائب وتجمع شمل بين زاقياني سادة ورائب أظن دي كانت بداية كتاباتي في الشعر الدوبي بداية قوية يعني لو دي البدايات معناها نسمع إن شاء الله الكمان الأجمل في مسيرتك بعد كده في الشعر ان شاء الله مرحبا بك مره ثانيه محمد احمد وبرضه بديت قريب 2013 2013 برضه كلمنا عن الفتره اللي بديت فيها كتابه والله انا اصلا بديت في الغزل ما زي محمد بدالي في قصه هي تقريبا قصته وراها لكن انا بديت مباشر في الغزل بديت في الغزل طوالي هاي. طيب قلت اول قصه لي هو القصة لي كان لغاء محزول كده بس طيب بقول صبر الليلة يا عبد الله أمس شوية من اللهج معسول والخدود وردية جمالا فاق بصين وليلة تاجوج ري من تالاهم ممكون والكبد مشوية على المشكلتي يا عبد الله مكلف وقاسي كل أعضائي ارتبكت هموم وآسي أنا البز الكبادي وحش قلبي خماسي حب اللذعة التلال وضيب وراسي اللابس العفاف مقنع جميل مرماها نحن قعدنا وانصرفت عقولنا معاه يا أبو عبيدة عيني السهر والاها من رقابة اللقد اللي بهتف معاه أميرة بادية كل حلل الجمال لابساها قلوب عشاك بالقراوي يود جالساها نفوسا فيها هامة خلواء سفاها صابرة هي أبعد من زحل فعلاها كثير ده بستحضر منه اللي بستحضره لكن إذا بعدك كتبت في الغزل ولا موضوعات مختلفة؟ لا أنا ما أظن كتبت موضوعات مختلفة كثير كتبت في الغزل أكثر في البادية منكون ذات واضح لملاحظة استخدم لك آلة من آلات الضرب على في التراث الشعبي قال لك بالقراوي شنو؟ قلوب عشاك بالقراوي يود قرصا القراوي ده طبعا هو الصوت العنج العادي
فزولنا ونكون مرصوع رصع ثقيل خلاص. واضحه لان القصه اصلا هو شرحها لنا كثير وهم قابلوا كده ودخل في عبد الله طوالي. مواضيع كثيره يعني انت ذكرت انه شعراء يعني المجال ما بسع اصلا لذكرهم انه نقول والله شعراء باديه كردفان او شمال كردفان هم فلان وفلان وفلان لانه اسماء كبيره جدا. في ذكرت انه في يعني ما كانوا بحبوا الظهور ولكن قصائدهم موجوده الناس حافظاها مش كده شعراء محفوظه جدا. بذكر من شعره هنا كان زمان نحن نتحلى به من امثالهم عندك عمنا صالح ودي بيتر وعمنا ودي السفير الراحلي. ودي بيتر قال خلينا اديك من والمهلف العطبي حافظه له انا عشان ما ننتهز حقوق زول لزول. والمهلف العطبي قال لجمله صالح ودي بيتر قال لجمله صدر معاج. صالح ودي بيتر قال لي جمل صدر معاج دينك للرجل بادله أربعي دي محتاجة لشرح. قال له صدر معاج دينك للرجل بادلهن وعاني البيت دقنات الجبال نازلهن الزول بعيون الخلقة بكاتلهن برام الواد مكحل والكريم عادلهن. هنا في الرباعية دي الزول ده لو ملاحظة له مستخدم الدابة اللي هو راكب عليها والدابة ذاتها مسميها صدر معاج. معاج هي محبوبته زمان ده جابوهن غوايش وشنو شنو زمان العاج مسميه ركوب البعير ده ظهر بارد لدرجة مسميه على نقول صدر محبوبته صدر معاج. قال لي ايدينك للرجل بادلهن وانا البيت دقنات الجبال نازلهن الطبيعة الجغرافية. هنا انه بيت محبوبته الناس دي للديار دي بتسكن في 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 دقنات الجبال في حدق الجبال كده نازلين الوادي في حدر الجبل عاني البيت ودقنات الجبال نازلهم بوصف له الزول بعيون خلقته بكاتلهن. هنا نزل في وصف محبوبته عيونه دي الرموش دي خلقته بكاتلهن وما محتاجين مثل برام مكحل والكريم عادلهن ربنا ذاته الجمال كان خلقه يعني من صفات ربنا ما في حاجة مضافة. يعني المواضيع تقدر تقول الغزل السمة العامة فيه بعد كده الطبيعة نفسها هي خلت زمان الشعر أستاذ رشا والله هو ما زين يعني إحنا ديل يعني كلنا بنقول شعر اليوم شعراء زمان تكلف ما في استخدام مفردات حديثة ما في بس الواحد بيسجيته بطبيعته هو بيكتب من الحاجة شايفة بيه. حتى الوظيف زمان بالصيد وبيهلبل البت السمحة شديد بقول لك بكرت كده بت بالكده بيستخدموا اسماء الصيد البيت لما تكون بنفس الشيء من الطبيعه بيستخلصوا الورود البتميل البتنوح بيشبهوا على يعني المواضيع اختلفت من زمان للان حتى المسميات يعني المواضيع حتى لو نفس بتلقى المصدر نفس المصدر بتلقى الدابه زمان البعير بتلقى زول راكب عليه اغرب شيء الان الاكثر شيء العربي يعني زول بوصف لك بمصدر كروزر مصدر فور اكس فور اختلفت حتى نفس المصدر نفس المسمى لكن الدواب ذات اختلفت المفردات اللي بتستخدمها الشعراء اختلفت حاجات كثيره هي من زمان للان اختلفت يعني. نسمع منك كمان برضو يا احمد جدا شعر الحالي عايز ولا تسمعنا من القديم؟ نسمع من شعرك خلاص من الحالي ممكن. طيب نسمع. طيب طفلة بريئة لا عرفت الغلط لا نعبت عينيك بيها كم جرق محاصر عطل يا من القفا ومن الكساه وتعبت ليه قطعت قلبي دقاق وبيه لعبت. ملكة وراسي راغية وفاهمة ماكي عويرة تغض الطرف وتسرق لي نظرة خطيرة بيها وبالوسط عتمة مسانة منيرة تحش عضاي وتعزف فيها شاية زخيرة. عارفك ياللي هيجك في مزاق وحلاوة بتحبيني لكن حب معاه قساوة أزيد في ريدي ليك وانت بتزيد غلاوة يا الفرك بروق الصب سرف الفاوة جنيت رسمي جنب في الشدر بتحاوى ما بعالجنكم بخرات ولوحة لاوة نارك في دواخلي وفي العظام شوشاوة ما بتطفاها دمعة معاها طرفة خاوة نفسك صندل لو خديك شايل نداوة خجلك والشفاه عجوة ما حس ما هجاوة بيني وانت حب ومعزة صاح مو جفاوة كوني اموت عشانك عزة ماها غباوة
أهلك يا العويدك لي فيه فطراء وما سمحوا لي شوفك والجروح تداوى برضو الحصحرا يا السمح عاك سلاوى أبو يفوز بيك وإن كتبت سعادة شقاوة وسوقك قوة كان القصة موت وعداوة مهما تكون قبيلتك صمة ما بتتقاوى بس أنا زول ما كانت أهلي ليها علاوة بخاف ليهم إهانة السمعة والدوداوة يا سلام يا سلام برضو بسمعنا منك يا محمد في الغزل يعني نحن أخذنا منك ناخذ منك معلومات أكثر مما نسمع نسمع منك برضو قصيدة طيب في نفس المشوار ونفس الضروب لكن زمان طبعا الناس اليوم أصبحنا مغيبين شوية عايز مرتك أحد دوا زول حر لكن نحن فبقول حدار الماء قلب شين القبيح مردودين وين الوخر انتقل وعين القردودين قصيبات مرقدة السيل اللي بتدور عود طويلة مسافة جبدة وبعيدة بلود مسايرا من مربط الطب مسافة يقود وقت الراحة مسند عن خدود هرقود الفتحت لنيرانها ولني قدود اللي امتين يبرى قلبا بالسنين ما يقودين اللد غصب راية صبرنا جنود بضوق الزل والموت البحون في حدود بعد ما كنا أحبابهم بقينا جدود ما في طريقة غير نرعى ونسيك بقيود عوينات بهد عزم الكثير ملحود قولت كف بسدد في الصميم بارود الفلي أرات عند المضاجع عود حارة وصعبة بالحيل للبريد بنود قالت لي رياح نسمة الصعيد الفكت حظك فوق جناح خو شالته وما ركت زولك يا شبيهة البلع وينات جكت كان قال هل ودنقر تاني ما مسكت بتمناك لو كانت تمني بجيبك تبقي نصيبي في الدنيا وأكون في نصيبك لو ساءت ظروفي وراودتني أسيبك حالي كان بيع ممنوع أجيبك أجيبك ريدنا ليك يا ست الخمار المعنى ريد أفضل يموت لو ما لقيتك يعني مما شفت رمشك من بعيد لو وعني ألبع ساك يلبعني البلل يلبعني الأزمنت محكوم بالتأبد سيرة كان بسمت مجامل أخير كثير من غيره في الدولة خانة أبوها رتبة كبيرة حرة أسبابها ناس دعم السريع وبطير ما كفانا كفاك ده من الشعر القديم أنت ممكن بالمناسبة لو حافظ له شعر تقوله لنا يا أحمد عشان تورطه تمام هو ما عايز يقول شعر مش كده الله يحافظ له كمان يا جوده برضه فضل النزاعات واحد من الموضوعات المهمه جدا بتناولها الشعراء والله ده هو من الموضوعات المهمه جدا وده من الموضوعات المفترض تكون عند كل شاعر يعني دي بتجيبك للقوميه في حد ذاتك بتكون شاعر ابن بيئتك فقط بتكون شاعر بتطرب اهلك وحولك وناس حيك وناس باديتك يكون عندك دور برضه لكن لما يكون عندك دور في وسط المجتمع دي الحاجه اللي بتنقلك لقلوب الناس وبتخليك زول محبوب لدى الكل هو شعر النصح يعني اذا كان مسموع او كان مرئي من ضمنه انا بذكر في انا سوداني في 2015 شاركت برعايات بحضور السيد رئيس الجمهوريه كان بيقول انا سوداني والفي صفي يرفع يده وقصد النمو للجيل اللي بعدنا أنعد كان الكل حضن عهد الوطن بيده عاهدك بكرة من أقنى الدول نتعد علماء بلاد ناس الاقتصاد وإدارة أبذل جهدك الناطح السري حضارة ما دام الكريم وصانا بمعمارة ننهض بالوطن تعليم صناعة تجارة رقم الصابنة من تفكيك ونعي أليم إلا الوحدة بتشكل تصافي حميم ننهي خلافنا بتخطيط وعقل سليم جميعنا السلح لكن شرط بالتعليم السودان صرخ بأعلى صوت ينصحنا يا شعب الكرامات بالتقدم رحنا مما قمنا نتفاخر أن إحنا ونحنا ما زادتنا غير فرقة وتشتت محنة وما نتبع أنفسنا ونقوم نتفلم ناخذ الخبرة من دول كبار يتعلم ناخذ الحكمة من شورة كتار حلت وناخذ العبرة من روس كبار زلت السودان عز عروبه وكم ودينا كم بزغنا ناس التوبة
يوم يتكفرن الغبش الريح يسخوب نحن في ذاك يا بت الاصول مروب نحن دربنا يا بت الاكابر واعر وكم ودينا بناس في القمم بتفاعل اهل القانا والماصع خريف والجاعر ليهم جت تحيات الفقير والشاعر قبل الزول يدوسوا الحق وتحصى كبيرته يدرك خطوة الخلف ويقوتها مسيرته يلبس دبلة العز والكرامة حريرته الجخ هيبة والحر بنعرف من ييرته. يا سلام. دي أجمل الكلمات نحن ممكن نطلع بها نستمع بها للحن القادم دي وحنرجع إن شاء الله حنتواصل معاكم مرة أخرى في الموعد. الغريبة
كل تحايا الفنانة صباح، ويعني يمكن أضافت كثير أيضا لحوارنا، ونحن من بادية كردفان وبنستمع لجميل الكلمات والأشعار من بادية كردفان وشمال كردفان تحديدا. الإبل برضو عنده خصوصية محمد وأحمد، وحص كبير برضو من الشعراء غزل. بس أنت يا أحمد ولا كتبت برضو في موضوعات تانية يعني زي الإبل مثلا؟ لا ما كتير. قلت شنو فيه؟ لا ما كتبت. أحمد طبعا زول عاشق ولي. كل الشعراء هي غزل. أغلبية شعراء. طيب أيوة. الأغلبية غزل. محمد قلت شنو برضو لو تكلمت أو قلت في الإبل؟ البل بيقول أسياد جقل والناس البريد هريد، كيف الليلة من الدونكي قام صعيد، متعجقل في السافل مرابع الصيد، كرهة جقل ورباط الحبل والقيد، فرقا شتى بين جقل وسعاية البرقة، وركبة مقدر الخشم شمال انطرقة، الحامية اللي ناقيب المقيل والمرقة، مشهور سيدها باثنين الكتل والسرقة، مما رزمت يا بدربك نهايته مهالك، عارفك ناجع خطيت الصعيد فوق بالي، كيرك المفرقة بالوعر حلالك، قصع الجرة شمري حد هياجه وشالي، البل صعدا قفا بلود الزيف، وقصدا وادي بجبيها الطبيعي خريف، عز الجقلة ما ربطت علوق وسفيف، عز الجقلة تضرع في الهويد ما تقيف، البل بعدا قصدا بلاد القرب، وعقبا وادي جدارة ومكامن الحرب، كان ما يعيننا حلال الشبك والكرب، غير مسيبة والموت ما في ليه درب، بجدع نمي فوق وصف مسيرة للسادية، حورن وحاشي مفروض بتلبون الهادية، كان داير تشوف جقلة وحروب هالماضي، عز الجقلة عندها للعزاز في البادية، عز الناقة ترزم والخبير لاويها، والدرب بينقبها 6 شهور خباريها، عز الناقة وين ما ماشية تسمح ليها، أجل الغيرها والموت شايلة فوق كرعيها، هيبة جقلة محزومة وطريتها يحاوي، وعزتها ترزم الخرشة وكياجها يلاوي، خلفات جقلة والشول والبصوت بالعاوي، قرقر فيه نكير ولا نقى بواوي، عيب تتعشى والزوباعة بايت القوة، وجقلة حالاتها ما شي وقلية الطوة، بتلقى 3 في الغابة المشيها ملو، حنان جقلة والجيم والبطير فوق جوه، وجقلة في الرزق لكل مخلوق طايق، عيب تاباها مسروحة وتعجبك فايقة، العيب الشديد اللي تكون مي حايقة هي معقولة تعتب، والضعايا سايقة سفرك راحة في ساعة الليالي، القم ركوبك هيبة يا الدرجة مخفافا صم، سير لبنك بخلي الزول عليك ينم غايته حلاته، أنا بذكرني لبن الأم وغايته حلاته، أنا بذكرني لبن الأم. يا سلام. من أشعارك الكثيرة برضو محمد في أشعار اللي هي غنائية، يعني تعاملت مع عدد من الفنانين في عدد من قصائدك، متين كانت البداية والفكرة والتعاون؟ والله كانت مع طبعا هو طموح انك انت بتطمح انه في يوم من الايام اغني لك فنان في حفله، انه الاغنيه دي كلمات شاعر فلان الفلاني، فلقيت نفسي انه بكتب في الاغاني القنائيه، الاغاني المغنيه بالالات الحديثه، والاغاني المغنيه بالالات الشعبيه بما فيها اغنيه الطنبور الربابه، فتعاملت مع فنانين من ضمنهم فنانين الغناء الشعبي حامد فضل الله الكباشي، ومنهم بخيت بلال ود الجبل، ومنهم ود النقارة نافع الصديق، ومنهم عبد الله علي ودار الزين، ديل غنوا لي كثير من الاغاني، منهم سايكل في 8 دقيقه، لحظه ما بقدر اطيقه، البنيه الفوق فريقه، بقه المحسوله ريقه، ومن هنا النغاب يا ناس النغاب والنغاب، اسباب العذاب، اغاني كثيره من الناد اللي غنوا لي، وغنى لي برضو الشاعر من كردفان زول معانا برضو اغنيه الزول معانا هان، يا ناس سايقين وين من بادية كردفان، يا ناس مدين وين سيد الريت زمان، يا ناس سايقين وين خلوه في امان، يا ناس مدين وين، وبرضو الفنان سامي عيسى ده شاب منطلق برضو جديد من دفعه الاخ شريف الفحيل، برضو غنى لي كثير جدا من الاغاني، ده فيك تقول فنان حديث شوية. جميل. حنسمع لسه نحن إن شاء الله المزيد من المرابيع والمسادير وكثير من الغنى في الموضوعات المختلفة لبادية كردفان. فاصل قصير انتظرونا من بعده.
مرحبا جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم في المواعيد ونحن نتجول حيث الطبيعة الساحرة وجمال إنسان منطقة بادية كردفان شمال كردفان تحديدا. معنا شعراء المنطقة محمد عبد الله الجضيع وأحمد علي ود كوع النمر، ونحن نتكلم في محاور مختلفة، تكلمنا عن الغزل وعن الجودية ودور الشعراء فيها، وأيضا الأشعار اللي يتغنى لك بها كثير من العدد من الفنانين المختلفين، وأيضا عن الإبل. كمان الأعراس في شمال كردفان وفي بادية كردفان عندها وقع خاص لأنه بتكون مهرجان من الفرح بالنسبة لكل الشعراء. وبنبارك لك على الهواء زواجك، كان في 1 فبراير 1/2 كان في مهرجان في الزواج، فأحكي لنا في تصور بشكل عام كده. أولا الله يبارك فيك والعقبة لك إن شاء الله في الجديد اللي بيعجبك يعني إن شاء الله. هو الله بيوم بالنسبة لي أنا لا يوصف حقيقة، يوم 1/1 كان بالنسبة لي أنا يوم بحسبه كان يوم اتولدت، لأنه الوجوه الجات والناس والإخوة والأخوان الجو من حتى من خارج الوطن في بادية كردفان هناك في 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 المنطقة ديك، يعني حاجة ما بتقدر تصورها أنت. نحن عرسنا كالعادة متعودين عليه ناس البلد وسباغ الهيجن الفوق ذاك الزفة والناس فرحانة والدلوكة والجرار والطوية، لكن كان هو شكل مختلف، كان فيه يعني كمية جدا هائلة جدا من الجمهور من الشعراء لهم التحية من هنا جميعا. كان في مباراة لتقديم الأشعار مش كده؟ يعني حاجة لا توصف، يعني كان فيها شعراء كتار جدا ويات من جد تكلم يعني بيصف في شخصيته الضجيع تحديدا. هو الضجيع حتى أنا محتار الضجيع ده هو شنو، يعني أنا ذاتي محتار في إنه الضجيع يعني موقف، أنا إذا وقفت قدامه ما بقدر أحكي لك أنا تنزل دمعة. كتار جدا فيهم الأخ أحمد ده برضو من الناس اللي جاءوا وصفوا، فيهم أحمد ده العبيد، عبد الله علي كباشي، وسيم محمد نور، محمد طيب، ود القريش، شعراء عبد الله ود إدريس، ناس كده ما نقدر نقول واحد يعني والله اثنين، كمية الفنانين كمية من الناس ذاتها يعني جات من مكان، حتى الواحد لما اتصل له بقول أنا ماشي عليه بقول له جيت حبابك ولو ما وصلت معذور. المسافة قطعوا المسافات كثيرة جدا، وكان فيه الشيء اللي عجبنا نحن وعجب الناس هو سباغ الهجن. يعني كان فيه زفة من سباغ الهجن، نمن قسموا الهجن على محلين، البلة الكبيرة براها والبلة الصغيرة براها. كانت يعني في الحقيقة لا توصف على ضمنها. أنا كان برحب بالضيوف، بقول حباب كل الأكابر بوقار أصوله، وقول لكم حبابكم بين نفر زول زول قصد الشرف الدار في المكان زي دول، برضو مانع حظ عذرهم بقول أنا عزوني يا أولاد عم عز بأمانة خطوا أمامي دوشك وخلفي ساري أودانا، أخواني وعشيرتي وغادة الهجانة بيه وكيف نتم والفرح عمانة مو عز داب نفر يومين وبكرة بزول، عزا سيد ويتحرن ومش ممهول ديل الخوف معاهم مبني للمجهول كوكلة بادية محدب اللي بيحقوا نقول هذا طبعا كردفان عشان صافي العيار اللي كيف نشرط قفاهم شقيت دار رجالا في الكرم ما معاهم قصدي نسب ناس في الحزب أعمام للبدور معناهم قصدي نسب رجالا زي جنايا جناهم مجدا ضقت من نهلا بحق كلامك برجيه الحفيد وبقول لديل أعمامك كان رب العباد يا ابني طال أيامك ورد لي كل سيدين والرسول قدامك. يا سلام أحمد، كنت حاضر المهرجان ده طبعا؟ نعم. بتكون طبعا قدمت فيه والغزل برضو مش كده؟ لا قدمت فيه شو؟ قدمت فيه كمان من دون الحاجات اللي قدمتها يعني كلمات بسيطة كده. تبريك للشاعر محمد عبد الله الجضيع، هو أخوي مو مش الشاعر. الله يبارك فيك. كلمات شعر ولا كلام؟ لا شعر؟ لا شعر. نسمع، قلت شنو؟ هو بديت ترحب بالجمهور قلت مرحبتين حباب الكل حباب القصة على ما برضو عشت الذل
حباب اللي الضعيف ضرب استكانة وضل خانت كيفي بوجودكم مقشة طفل. مرحب بالأكابر وبزعامة لم شرفتونا يا الحدب القلوبكم صمي. سعيد الليلة بالغانة وسماح اللم ومبسوط بوجودكم حولي يا أولاد عم. مرحبا سادزة الفنم فطاح لو قاد إتوا الليلة شرفتوا البلد يا سادة. حبابكم يالكرمكم فاع وخرق العادة جراري كرنا بتنشلوا الضعيف كان نادى. نقول للعريس أبشر يا حدار النوق أخوي الغدر أعلى على بلوط الفوق. على شكرك لساني فصيح وما بدور سوق جريء يلي الخسيم قاسي ومرير في الضوق. أبشر ثم أبشر وارفع عيدك فوق نعزك نحن والعالم قروب وشروق. أبشر والله دقر الكركر الوعر وملانا شقوق كوكابك على شمال الخصيم مذقوق. فصيلتك نادرة زيك ما في المخلوق صاين عرض ولفخك بقطع الطيوب. كفك باسط خيرك للجميع متفوق للعشمان صبيبا ساوقن غروب. مبروك يا دليل مقجي جري كرنا بتقلج الخصيم في اللج. كان عزف التتك كتم الدخخن وعجي بتقدل بسبات انصب وما فيك رج. مبروك والف ابشر بالنصر والقوه اهنيك يا المكان تقع عندي فايت القوه. انت حداري كان قنت الثنائي ودوى قلبك في المعارك صم وناشف كو. انت ضرايو في الحر والهجيره ظلال سمحك سمحي فرحك فرحي راحت بالي. انت عزيز علي وعندي غدرك عالي فداك روحي ودماي وايضا حياتي ومالي. قوتك على الجضيع كانت سبب جيتنا جيناك شان نعزك بقدر عرفتنا. ود بالعقل والحكمة بيطفل فتنة زواجك بيه نسعد وتكتمل فرحتنا. قسم ما جينا شان ما يقولوا ديلا نساوي. أبشر الله يلا يناك شان نعزك وسم بيننا قرابة. إنت أخو أن إحنا القوة ما بنرضابة يمين نحميها كان الدنيا تبقى خرابة. وجينا الليلة بكل ما لدينا نعزك وإن احتجت من دم الوريد بنغزك. ما تولد البواجهك في مجال ويبتزك هوي ددانك كان هز الجبال ما بهزك. مجدك التساس من القبيلتين وارس حرم كل زول في عز عارف ودارس. مقنع حوبة في الزمن المخيفة كوارس أمير دعكيبة اليوم البدردق فارس. أمير دعكيبة اليوم البدردق فارس. عزيت وعزة تمام قلبك بعدين كل شعراء. كان هذا المحور مهم عن المجادعات لأنه في طرائف قلت بينك وبين الشاعر المسلم ولكن للأسف يعني الزمن كان ضيق والساعة مرت سريع جدا معاكم. سعدت لكم جدا محمد عبد الله الجضيع شكرا لك كثير. كمان أحمد علي متكوع عن نمير وكنا معاكم في ترحال وتجوال عبر بادية كردفان وولاية شمال كردفان. لحد ما إن شاء الله نلاقيكم في مساحة أوسع لحد ما نلاقي مشاهدينا الكرام أيضا في حلقات مختلفة أيضا وموضوعات إن شاء الله مختلفة. نخليكم مع لحن الختام في أمان الله وحفظه.
بكره ادرى ملي انا بكره.